هذا وتسعى مديريات الشرطة بوزارة الداخلية إلى نشر الوعي وثقافة الأمن والسلامة بين المواطنين والمقيمين، وذلك بضرورة مواصلة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل فرص انتشار فيروس كورونا خلال عيد الفطر المبارك. تستمر المديريات الأمنية من خلال الاستعدادات والترتيبات اللازمة لتأمين سلامة المواطنين والمقيمين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لمواصلة العمل على تحقيق التباعد الاجتماعي عبر اتخاذ الإجراءات القانونية لتعزيز الالتزام بالتدابير الوقائية في ظل جائحة كورونا في مختلف مناطق المملكة. مديرية شرطة محافظة العاصمة ولتأمين هذه المناسبة حرصت على وضع الخطط الاستباقية وأيضا تشكيل الفرق الأمنية اللي مهمتها تكمن في تأمين الأماكن الحيوية في المحافظة، تأمين الشوارع التجارية، وأيضا تعزيز التوعية والرصد بالنسبة لمخالفات إجراءات التباعد الاجتماعي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا. اليوم كل مواطن ومقيم في مملكة البحرين عليه واجب وطني بأنه يلتزم بالاشتراطات الصحية، وخاصة الاشتراطات الصحية المستحدثة مؤخرا من قبل وزارة الصحة. رسالة أوجهها إلى المواطنين والمقيمين جميعا بضرورة الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي. رسالة أيضا أوجهها إلى أصحاب المحلات التجارية، أصحاب المنشآت أيضا التجارية، بأنهم يلتزمون بالاشتراطات الصحية التي صدرت مؤخرا. كل هذا راح يوصلنا جميعا إن شاء الله إلى بر الأمان، وراح يساهم إلى شكل وحد كبير في تخفيض نسبة الانتشار المتعلق بفيروس كورونا. نتمنى جميعا لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة موفور الصحة والسلامة والأمن والأمان، وأيضا أن تعاد علينا هذه المناسبة إن شاء الله تعالى في الأعوام القادمة في ظروف أحسن من هذه الظروف. سعت شعبة شرطة خدمة المجتمع بمديرية شرطة المحافظة الجنوبية إلى تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة في المجمعات وفي الأسواق والأماكن التي تكثر فيها الازدحامات، وذلك من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتوصيات اللي وضعها الفريق الطبي لمكافحة فيروس كورونا. ونطلب من إخواننا المقيمين والمواطنين الالتزام بلبس الكمامة في الأماكن العامة ومتابعة التوصيات الصادرة من الفريق الطبي لمكافحة فيروس كورونا، وانتكاتف يد بيد من أجل الصحة العامة وسلامة الجميع. قامت مديرية شرطة محافظة المحرق بعدة ترتيبات أمنية وعلى مدار الساعة، ومن هذه الترتيبات نشر مختلف أنواع الدوريات الأمنية المتحركة والراجلة، ومنها الدوريات النظامية ودوريات شرطة خدمة المجتمع والدوريات المدنية. كما تم نشر تلك الدوريات الأمنية في الأسواق والمجمعات التجارية ووسط الأحياء السكنية. كما نأمل من الجمهور الكريم التغير بإجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية. لاحظنا الفترة الأخيرة ارتفاع في عدد المصابين بفيروس كورونا، وذلك بسبب تهاون البعض بعدم ارتداء الكمام وعدم محافظة على التباعد الاجتماعي. لذلك تم تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة في جميع الأماكن العامة من أسواق ومحلات تجارية، ونأمل من المواطنين والمقيمين التغير بالإجراءات الاحترازية في عيد الفطر المبارك. يحتم الواجب الوطني والمسؤولية المجتمعية على أفراد المجتمع الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة التنسيقية والتعاون التام مع رجال الأمن، فهو خط الأمان والدفاع الأول لحماية المجتمع من خطر العدوى وإنجاح الجهود المبذولة منذ بدء الجائحة.